احنا النهارده او احنا على يعني امبارح بدانا باستضافه حدثين في مصر، مؤتمر الاقليمي للشباب القاده والمؤتمر الاقليمي للاعبين القاده. مشارك في المؤتمرين اكثر من 11 دوله عربيه. النهارده بيقام على هامش المؤتمرين حدث في منتهى الاهميه بنوري فيه الدول العربيه النماذج اللي بيقدمها الاولمبيات الخاص المصري في تفعيل الانشطه والبرامج بتاعته. عندنا برنامجين النهارده بيتنفذوا، برنامج المدارس والشباب هو البرنامج الخاص بتوعيه الشباب ازاي يتفاعلوا مع الابطال من ذوي الهمم، وعندنا كمان برنامج الرياضات الموحده اللي بيقام حاليا بقى في الصالة المغطاة. المركز الأولمبي بيدي حتفة كبيرة قوي للولاد أو للعيبة لأي بطولة، بنكون البطولة اللي فاتت بنكون مستنيين البطولة اللي جاية اللي هي تتحقق للمركز الثاني، فكل واحد فينا بنستنى كل سنة عشان البطولة تيجي، عشان نركز، عشان نلعب، عشان نجيب المركز الأول، عشان نجيب المركز الثاني، عشان نجيب ميداليات لمصر. فهم بيشجعونا جامد، بيقفوا في ظهرنا، اي بطوله تيجي بيكونوا مهتمين بينا قوي، ان كان جسدا وان كان صحيا واكلا وشربا ولبسا وكل حاجه. احنا حضرنا، احنا بقالنا مثلا اقل من شهر كده ابتدينا ان احنا نحضر ان احنا نيجي اليوم ده ونحجز القاعه ونشوف الستودنتس بتوعنا اللي جاهزين هم يشاركوا وكده. احنا النهارده عاملين لهم بس الاكتيفيتيز باسكت وكوره وتيبل تنس علشان نبقى في نفس القاعه، لان هم مش قاعدين كتير لان هم عندهم بروجرام تاني. لكن طبعا لما بيكون اليوم بيبقى طويل بتاعنا بنبقى عاملين بروجرام بقى كامل متكامل في ملاعب بره وملاعب جوه، بيبقى يوم اطول من كده. ده شرف لينا احنا كمنطقه ان احنا بقينا برنامج قوي ورمز لبقية البرامج في بقية المنطقة. طبعا النهاردة احنا بنحتفل باليوم العالمي للإعاقة، ومعانا برضو شباب من مؤتمرين مختلفين إقليمية بتحصل في نفس الوقت، فعندنا participation مشاركة شاملة كل الدول اللي عندنا في المنطقة، وعندنا البلد اللي بيستضيف اليوم الرياضي النهارده هو برنامج المصري. فطبعا دي زي ما انت قلتي مسؤوليه كبيره اللي احنا نبقى عندنا برنامج قوي زي برنامج المصري انه يقدر يستضيف ايفان زي ده في جامعه امريكيه النهارده. انا احمد خالد، عندي 18 سنه، كليه اداب جامعه الشمس، اللي لعبت كبوس الايقاعي جاي جواز بعد خالص مصري، وانا اسكولاك البطولة كتير برلين 2023. انا كنت في حالة بصوتة جدا البطولة، وانا كنت الاول تو والتاني سويتا التالت الكورة التالت الحب. فقرتنا دي حضرات هنتكلم من خلالها عن الاولمبيات الخاص المصري ودوره المهم الكبير اللي بيقوم بيه في دعم ذوي الهمم، الفئه اللي احنا بنحترمها جدا وبنحترم كفاحها الحقيقه. بالمناسبه امبارح يوم 3 ديسمبر كان اليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقه، هنتكلم في الفقره دي عن الاولمبيات الخاص ومبادره المدارس الموحده والاستعدادات للبطولات العالميه القادمه ان شاء الله، مع دكتور باسم تهامي المدير الوطني للاولمبيات الخاص المصري. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير يا فندم على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. وفقره جميله لان انا وكريم بنحب جدا الملف ده وبندعمه بقلبنا يعني بجد، وقناه النادي الاهلي وتحديدا 10 الصبح كمان احنا تقريبا كل شهر عندنا يعني طبعاً الملف ده بنتداوله. قبل اي حاجه خليني اتكلم مع حضرتك بس ونوضح للساده برضو المتابعين، احنا بنتكلم هنا عن الاولمبياد الخاص اللي هو الذهني، الباقي ده بيبقى اسمه اللي هي اللي هي الهيئه بقى نفسها او البارالمبيكس، ده موضوع تاني عشان بس الناس تبقى النقطه دي عندها واضحه. طيب انا عايزه اروح مع حضرتك برضو للعدد، قد ايه عندنا من الاعاقات الذهنيه، عدد ابطالنا في العموم قد ايه، وبعد كده نخش بقى للتفاصيل. تحت امر حضرتك. هو الاولمبياد الخاص زي ما حضرتك تفضلتي هو بيعني بالاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه على مستوى جمهورية مصر أو على مستوى العالم، لأن هي مؤسسة دولية لها فرع في مصر زينا زي أكتر من 200 دولة على مستوى العالم. الجزء الأهم في الأمر كمان إن إحنا الفرق ما بين الأولمبياد الخاص والمسابقات التي تقام تحت مظلة اللجنة البارالمبية، اللجنة البارالمبية بتهتم بباقي الإعاقات اللي هي بتتمثل في الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، كف البصر، وفي بعض الكلاسات البسيطة خالص للذهن. يعني في بعض المسابقات القليله قوي 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 بتنظمها اللجنه البارالمبيه لذوي الاعاقه الذهنيه، انما الاولمبياد الخاص هو القضيه بتاعته ذوي الاعاقه الذهنيه.
ده في الأساس. مين هو الشخص ذوي الإعاقة الذهنية؟ الشخص اللي هو عنده فرق ما بين العمر الزمني والعمر العقلي. هو المصطلحين مش بعيد عن بعض، بس خلينا نقول ان العمر الزمني ده بيقاس بتاريخ الميلاد. انا تاريخ ميلادي 1/1 ده العمر الزمني. عمري الزمني من يوم تاريخ ميلادي لغايه النهارده ساي مثلا انا بس عندي. بس في ناس يبقى عندها سن والعقل في حته ثانيه. اللي بيحدد زي ما حضرتك اتفضلت اللي هو العمر الزمني والعمر العقلي، ده اللي بيحدد الجاب ما بينهم واللي بيحدد الفرق ما بين الاثنين حاجه اسمها اختبار الذكاء والاي كيو، وده حاجه معامل دولي معروف على مستوى العالم. هو اللي بيحدد اذا كان الشخص ده عبقري او فذ، أو الشخص ده مدريت مستوى الذكاء بتاعه مستوى طبيعي، أو إذا كان الشخص ده في فرق ما بين عمره الزمني وعمره العقلي بالماينس فيعتبر من ذوي الإعاقة. بس هل ده الاختبار الوحيد؟ يعني لأن مش أي حد بيعمل آي كيو يعني. في أنا ما عملتوش قبل كده. ما هو نتيج بتحصل مجموعة من الظواهر. بتحصل مجموعة من الظواهر. مش محتاجين في حالتي أنا مش محتاجة. في حالتي أنا يعني. ومصاريف وتكاليف وعملية واضحة. لا هي طبعا هي فضل بيبقى بعد اذن حضرتك بيبقى في مجموعه من الظواهر بتبقى موجوده عند الشخص اللي بتخلينا نحتاج او لما بيلجا للرعايه الطبيه او لما بيلجا لطبيب الطبيب بيوجهه ان هو يعمل الاختبار بتاع الذكاء. وفي مجموعه من الاختبارات الثانيه، الاختبارات النفس حركيه واختبارات للتواصل مع الاخرين، في اختبارات كتير يعني. أو ده اختبار اللي احنا عايزين نقوله يعني اللي هو اذا ماست يعني صح ضروري يعني ما في لازم يتم ضمن مجموعه اختبارات، بس هو ده الاساس فيهم ده اللي بيتم عليه الكور فيهم بالظبط كده. بتبقى ابسط الامثله بيبقى فيه مشكله في التواصل ما بين الولد وما بين اللي حواليه في السن الصغير سن 3 سنين، لما الولد بيبدا يتكلم بيبقى فيه شويه تاخير في النطق، بيبقى فيه شويه الناس بتتكلم معاه او بتحاول ان هي تكلم الولد او البنت ما بتردش. بس ده ليه اسباب فيه اخرى بيبقى فيها اللي هي التوحد والحاجات اللي زي كويس كده. بنبدا نخش في المدرسه بيبقى فيه تاخر دراسي، الولد مش متوافق مع زمايله في المدرسه في المناهج اللي هم بيدرسوها فما بينجحش فما بيستجبش، فممكن يكون عنده الـ ADHD اللي هو تشتت الانتباه وفرط الحركة. أكثر من نموذج للإعاقة الحركية كلها بتتحد فبيتم عنها زي ما قلت لحضرتك بمقياس الذكاء أو اختبار الذكاء، بالإضافة إلى مجموعة من الاختبارات التانية في التواصل والتكيف وقياس المهارات الحركية الوظيفية عند الطفل و إلى آخره. هل عشان كده بقى في حاجة اللي هي مبادرة المدارس الموحدة عشان التفصيل اللي حضرتك تفضلت بيها دي؟ بالظبط. خلينا نوصل لحاجة تانية اللي هي المبادرة بتاعت المدارس الموحدة دي حاجة كده يعني إيه عشان تدوب الفرق. خلينا نقول او نعترف ان في فتره من الفترات كان في ذوي الاعاقه في جانب والاسوياء او اللي من دون الاعاقه في جانب. لو قلنا على دول ذوي الاعاقه اللي هم عندهم اعاقه، ونقول على دول ان هم من دون اعاقه اللي هو باسم. وانت بتدلعني بتقول لي يا سوي، لا انا من دون اعاقه وهو عنده اعاقه. خلينا نوحد المصطلح ما نجملوش كتير يعني. الجزء الثاني من القضيه حضرتك ان احنا فين؟ رايحين للمستوى الاهم، المستوى بتاع ان الشخص ده يبدأ ندمجه في المجتمع. طيب أكتر حاجة ممكن يندمج بيها الفرد ده في المجتمع إيه؟ اللي هو من ذوي الإعاقة. استخدمنا الرياضة، استخدمنا المدارس بحكم إن فيها أعداد كبيرة نفس السن، نقدر الرياضة تدوب الفروق ما بينهم، تقدر تدمجه، تقدر تخليه يحس بثقته في نفسه، تقدر تخليه يتعرف على أشخاص جداد، تقدر تخليه ينال إعجابهم، تقدر تخليه يقدر يمارس رياضة معاهم، يتكرم، يسقفوا له، يباركوا له، يرجع بيته واثق من نفسه نتيجة إن هو بقى فرد عادي خالص في المجتمع. فمبادرة المدارس الموحدة دي الأماكن بتاعت التنفيذ أو المستهدف منها المدارس والجامعات بصفة كبيرة جدا 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 عشان نقدر نستهدف قطاع عريض، نعرفه إن في أشخاص من ذوي الإعاقة ما عندهمش أي مشكلة يقدروا يمارسوا رياضة، تقدر تتعرف عليهم. أنا في حاجة واقعة مني. فضل. المدارس الموحدة بمعنى إن إحنا المدارس دي خاصة بيهم هم، ولا في مدارس يعني فيهم الأسوياء وفيهم اللي هم عندهم ذوي الهمم أو إعاقة؟ في مصر المدارس الموحدة دي المدارس اللي كل إحنا بنخش على المدرسة اللي كلها أسوياء بأبطال الأولمبياد الخاص المصري. كويس. بنحطهم معاهم بيمارسوا رياضة معاهم مرة واثنين وثلاثة، ونخليهم يشتركوا معاهم في فرق. بمعنى لو فريق القدم بنلعب خماسي كرة قدم، بنخلي 3 من المدرسة واثنين من أبطال الأولمبياد الخاص معاهم، يبقى كده ده فريق خماسي. أوكي. كويس. والناحية التانية نفس الحكاية.
ونخلي الفرق دي تتنافس مع بعض في كرة القدم، في كرة السلة، في التنس الأرضي يلعبوا دابل، في تنس الطاولة يلعبوا دابل، ممكن كمان في السباحة. طب ما هيلعبوا ازاي يا فندم برضو؟ ما هو في جاب كبير يعني، ما ده مش فير ليهم خالص. ليه خالص؟ لأن الأولاد دول احنا ما بنروحش المدرسة نخبط يلا النهاردة، لا احنا الأول خالص بنروح المدرسة دي نعرف إمكانيات الأولاد اللي فيها، مستوى الرياضي اللي عندهم شكله مهما كان، ده رجل سوي وده أو ده طفل سوي وده طفل. ما هي دي الفكرة اللي أنشئ عليها النظام، نظام الرياضة في الأولمبياد الخاص. طب خلينا عشان نقرب الفكرة أكتر للناس وحتى لينا احنا شخصيا، اتفضل يا فندم. تعالى نفترض جدلا ان احنا بنتكلم على طفل عمره 15 سنه، ده عمره كويس. الزمني، لكن ذهنيا وقدراته الذهنيه 6 سنين مثلا. حلو. لما بيمارس رياضه، هل بيمارس رياضه مع اقرانه من اصحاب الست سنين برضه؟ لا، نفس ولا 15 زي من زي عمره الزمني؟ من ال 14 و12 و13 و15 سنه، ده رقم واحد. رقم اثنين، البندين اللي حضرتك او المعيارين اللي حضرتك قلتهم في الكريتيريا ينقصها بس حاجه بسيطه، اللي هي ايه؟ ان هو يقدر يمارس رياضه تنس الطاوله بشكل متوسط زي الطالب اللي في المدرسه. مش اللي هو الاكثر عدلا ان هو يبقى بيتنافس مع حد بنفس مستوى عمر يعني عمره الذهني خالص. انا النهارده مستوى العمر الذهني، العمر العقلي بتاعه والمستوى بتاعه في الرياضه هو ده المستوى بتاعه في الرياضه، فانا بجيب حد يتوافق مع نفس المستوى ده. تمام، اوكي. بجيب حد يتوافق مع المستوى ده. أيوة. في 2018 لعبنا كاس عالم لكره القدم بفريق بنات، عندنا 11 بنت، 7 بنات منهم من دون اعاقه، و7 بنات منهم بالاعاقه، واربعه من دون اعاقه. تمام. الاربع بنات دول اللي هم اسوياء. تمام، تمام التمام. أيوة. بيلعبوا كره قدم في نفس مستوى السبعه بتوع الاولمبياد الخاص، وبيعتبروا في نفس المرحلة السنية اللي هي من 16 ل 21 سنة. وبيلعبوا فريق منافس بنفس التقسيمة دي، بنفس الكريتيريا دي. بنفس الكريتيريا يا فندم، ما صعبة شوية يعني؟ أنا ممكن، معلش أنا صعبة أستوعبها، ما أنا ممكن طبعًا. أنا أخليهم يكسبوا، يعني لو مكان البنات أنا هخليهم يكسبوا خالص، مش هلعب لعبي خالص. يعني خالص، لأن على مستوى العالم لو حضرتك رايحة تلعبي كأس عالم وحضرتك فريق إكس وأنا فريق زد، فحضرتك عايزة تكسبي وتاخدي المركز الأول أو المركز الثاني. أيوة، بس لما يبقى التنافس قريب يعني، عشان كده حتى في المنافسات العالمية ما بتلاقيش في الرياضات رجل وامرأة، بتلاقي امرأة وامرأة ورجل ورجل. صح، عشان مش بيبقى فير للمرأة يعني، اللي هو أو النوع معين. بس هقول لحضرتك إن في رياضات كتير زي مثلا رياضة الريشة الطايرة فيها ايفنت اسمه زوجي مختلط، بيبقى لاعب ولاعبه، والتنس في بعض الرياضات بتسمح. أيوة أيوة. والبعض يعني ممكن تبقى العداله هنا يا هوندم متحققه من خلال ان الفريق المنافس عنده نفس التوزيع، نفس المستوى الرياضي. يعني انا بنافس مع حد عنده نفس المستوى في اداء المهارات الرياضيه في كره القدم. طيب خليني اروح للغرض يعني، التكنيك ما فيش اختلاف او يعني مش هنختلف، مش نقف عنده. الغرض من ده ان حضراتكم بتتكلموا ان احنا نبريدج ذا جاب، او ان احنا نعمل يعني دمج في المجتمع، اللي هو انا ويبتدي الثقافه تتغير عندنا احنا. صح. كاسوياء قبل حتى هم، دي النقطه يعني. صح، ان احنا عايزين نحقق العداله ونحقق الهدف اللي من خلاله الامم المتحده من عام 1992 لغايه يومنا ده بتقول ان بقى اقرت ان في يوم عالمي للاحتفال بذوي الاعاقه. هدفهم من الاحتفال ده ايه؟ ان احنا نحقق العداله، ان احنا نساوي ما بينهم حقوقهم، ان احنا نخليهم موجودين في المجتمع، نناقش القضايا اللي موجوده ليهم في المجتمع، نحاول نقدم لهم خدمات، نحاول نخليهم موجودين في كل قضايا المجتمع زيهم زي اي فرد موجود في المجتمع. في عنصر مساعد يعني يدعم فكره او يرسخ اكتر لفكره الدمج المجتمعي للاولاد دول والبنات الوعي. دول لا، انا بكلم بحضرتك على حاجه تخص المجتمع ذات نفسه، وحضرتك سيدي العارفين يعني احنا عندنا برضو الامر لا يخلو من الكثير من حالات التنمر على ذوي الاعاقه، ولا سيما الاعاقات الذهنيه، لان مش كل الناس ممكن تستوعبها. صح. يعني في حد ممكن يستغرب قوي. صح. ويبدي اندهاشه حتى تعبيرات وشه كلها قدام الشخص المعني. صح. حتى ده ممكن يعني يجرحه اكتر او يضايقه. فهل ممكن يبقى في مبادرات موازيه لفكره الغاء او محاوله الغاء والقضاء على ظاهرة التنمر بذوي القدرات الذهنية المحدودة؟ تمام، هقول لحضرتك احنا لما بنروح مدرسة من المدارس الأسوياء العادية خالص بنعمل ايه؟ أول حاجة بنعمل بنسيت اب كام ميتنج عشان نفهم الناس احنا مين وبنعمل ايه وبنرعى مين وبنخدم مين. كويس. رقم واحد. رقم اتنين، بنبدأ نطلب ان احنا ان هم يختاروا مجموعة من الطلاب في المستوى الرياضي اللي أولادنا في نفس المستوى بتاعه. تمام. بنحدد المسابقات الرياضية ونحدد نوعية الرياضات. رقم ثلاثة، بنعمل اكتر من جلسه مع اولاد المدرسه. انتوا هتقابلوا كتمهيد للي جاي، انتوا هتقابلوا الابطال دول اللي انتوا شايفينهم في الفيديو ده.
انتوا هتشوفوهم وهم بيلعبوا وانتوا هتلعبوا معاهم، من حقك ان انت تساعده، من حقك ان انت تشتغل معاه، من حقك ان انت تنضم للفريق بتاعه، من حقك من حقك من حقك. انما هو بيزعل لما حد يقول له 1 2 3 4 زي ما انت بتزعل لما حد بيقول لك 1 2 3 4 او حد بيصفك بالصفه 2 3. فخلينا كلنا نبقى موجودين مع بعض بنقضي وقت جميل جدا، انت ما تزعلوش وما تتنمرش، وهو هتلاقيه متواجد معاك بيحبك زي ما انت بحالك وزي ما انت موجود معاه. فالمقدمه دي هي اللي بنكسر بيها شويه أكيد. وبنقدم بيها شويه وعي عند الاولاد دول، بنقدمه له في صيغه كلام، بنقدمه له في صيغه مواقف تفاعليه، بنقدمه له في مجموعه صور ومجموعه فيديوهات عشان نقرب له هو هيعمل ايه. طب. بعد كده بننتقل للجزء العملي ان هم يقابلوا بعض. ان هم يقابلوا بعض، فبتبقى في يعني خدنا جزء كبير قوي 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 من السلبيات، وابتدينا الحمد لله رب العالمين نكون موجودين في المجتمع. المبادره او مركز التميز اللي احنا الحمد لله رب العالمين برنامج الاولمبياد الخاص المصري فاز بيه على من ضمن 6 دول على مستوى العالم، وتم تكريمنا شخصيا من رئيس الاولمبياد الخاص الدولي. الحمد لله قدرنا نعمل المشروع ده في 7 محافظات في 138 مدرسه. هايل هايل. من ساعه كورونا من عام 2020 لغايه النص الاولاني من 2023، واحنا الحمد لله رب العالمين مستمرين في البروجكت ده. طبعا قابلتنا واضح ان في كمان يعني دعم رئاسي، هو ده فريق كره القدم اللي كنت بحكي لسيادتك عليه اللي الحمد لله خد الميداليه البرونزيه، وكمان خدنا وسام الرياضه من الطبقه الثالثه من الرئيس في عام 2018 عام ذوي الاعاقه. هما ما شاء الله شكلهم يعني طبيعي جدا، ما فيش اي يعني ما شاء الله يعني. هو الحمد لله رب العالمين كل واحده من دول ليها مكان وليها تاريخ بالنسبه لي انا كباسم للي قدمته، وبالنسبه يعني لاسرتها هي اصبحت مصدر فخر. هي قابلت رئيس الجمهوريه وخدت وسام الرياضه نتيجه ان هي قدرت ان هي تحقق المركز الثالث على مستوى العالم في كره القدم. فخليني اقول لحضرتك كمان ان كان في الاول خالص اول ما ابتدينا ننفذ المدارس الموحده دي، احنا يعني الاول كنا بنبذل مجهود عشان نقنع المدرسه نفسها. ايوه يعني نقنع الادمنز المدرسه او الاداريين في المدرسه احنا جايين لكم. لا ليه؟ في ايه؟ طب ما تروحوا المدارس الثانيه. طب ما هم دول في مدارسهم ودول في مدارسهم، هيتقابلوا امتى؟ انا عندي سؤال في الشارع بس. طب ما نقابلهم هنا. بس احنا ايام المدرسه كان بيبقى معانا يعني في انا مدارس. فاكره صح طبعا كان بيحصل يعني الناس كانوا بيغلسوا عليهم، اطفال كانوا بيغلسوا عليهم وكل حاجه، بس كانوا موجودين والرق كان على البيت. يعني احنا كنا بنتربى كل واحد حسب في بيته ان دول صح. لازم نعطف عليهم، لازم نحميهم، مش كل البيوت تربت كده. برضو مدرستك يعني. الطلبه والطالبات اللي فيها واولياء امورهم من مستوى اجتماعي وثقافي برضو عالي، ورغم كده كان في برضو تنمر. تخيلي بقى لو كان كمان. الحل في مدرسه ثانيه خالص كان طيب هيبقى الوضع. لو فضلنا إزاي. لو فضلنا خليني اخد من المثال اللي حضرتك تطرقتي عليه بعد اذن حضرتك. لو فضلنا دول في مدارسهم ودول في مدارسهم، او مجتمعين في مدرسه واحده والسياسه او الوجه العام زي ما حضرتك اتفضلتي وتناولتي. صحيح. طب هنفضل مستمرين لغايه امتى كده؟ طب ما نفتح صحيح. نفتح ونخش ونقرب المسافات ما بينهم وبين بعض، لان المسابقه اللي احنا بنعملها او اللقاء الرياضي اللي احنا بنعمله ده ما فيهوش كسبان وفيه خسران. هو الهدف منه يعني احنا بنلعب عشان ننبسط. هو الهدف منه هي مش مسابقه رياضيه. صح. حلو انا عايزك توصل ان انت تقول كونجراتيوليشن انت عملت. احنا غالبا هنحتاج نقعد قعده ثانيه مع حضرتك تنورنا فيها، لان للاسف الوقت المتاح لينا في الفقره دي انتهى. شرف لي. وواضح ان حضرتك عندك تفاصيل كثيره واحنا كمان مهتمين ان احنا نعرفها، فتنورنا كمان مره. يعني شرف ليا. لازم زي ما كريم بيقول لحضرتك دكتور باسم، لان كمان مهم الشق النفسي، الاعداد النفسي مهم ازاي والذهني كمان ليهم. طبعا. وملفات تانية كنا حابين والله ما ينفعش ناخد 5 دقائق كمان صح؟ ملحوقه 2 دقيقة كمان. طيب شفت انا اصل الملف ده يعني وبرده ملحوقه ودينا قاعده ثانيه ان شاء الله. شرف ليا شرف ليا. هروح مع حضرتك برده لفكره هنا وسريعا استاذنكم مش هطول في سؤالي، خلينا نعرف اكتر عن الاعداد بتاعهم والتفاعل بتاعهم، حياتهم عامله ازاي، يعني نعرف من حضرتك اكتر.
التفاعل في الحياة بتاعت الأولاد من ذوي الإعاقة الذهنية بينقلب 180 درجة لما بيحس إن اللي قدامه بيسقف له بيقول له مبروك، مش بيطبطب عليه. النفسية بتفرق، مش بيطبطب عليه، بيقول له مبروك، أنت برافو عليك. رحمة اللي كانت بتتكلم في التقرير اللي حضراتكم مشكورين كنتوا مشرفينا امبارح بتنقلوا الحدث، رحمة رجعت مصر معاها 4 ميداليات في الجمباز، زيها زي أولاد كتير من ضمن البعثة اللي كانت مشاركة في ألمانيا محققين 49 ميدالية. فالنهاردة لما رجعت مامتها وباباها واسرتها تعبنا اهو نتيجتنا اهي، فهم كده خلاص، هي كده بقت موجوده، هي كده بقت حست ان اللي عملوه والمجهود اللي بذلوه كله بقى موجود، فكده خلاص هي دخلت القلب زي ما حضرتك اتفضلت، هي بقت موجوده. صعب ان حد يقلل من انجازها، صعب ان حد يقول لا هي ما نجحتش، لا هي نجحت واسرتها كمان نجحت. هي الاسره اللي ليها كل يعني بصراحه لازم الحق يقال، المحارب الاساس في كل المعادله دي رقم الأول. واحد هم الاهل طبعاً. لان الاهل اللي بيطلعوا اولادهم حتى على المستوى الطبيعي يعني سواء بيطلعوهم ناس فعلا ناجحه او لا ده طبعاً. بيبدا من البيت بعد كده المدرسه وبعد كده المجتمع وغيره، لكن مهم جدا ان الثقافه كانت تتغير، ومهم جدا ان هي تتفرد في أمور كده في المجتمع، لازم تتفرد، مش فكرة نسيبها للأهواء أو للبيوت اللي مربية صح والبيوت التانية للأسف تعمل هي عايزة، لا دول فئة محترمة وفئة تاني. هنرجع نقول الجملة اللي أنا وكريم بنقولها، أكتر فئة بتجيب لنا كمان ميداليات في العموم يعني ترفع اسم مصر في الخير. كده بقى دكتور باسم، كل التوفيق لما تيجي تنورنا المرة الجاية مش هتدخل علينا بإيدك فاضية، لازم ينورنا مجموعة منهم، شرف لأن احنا كمان لو في أي دور حتى لو بسيط نقدر نقوم بيه أنا ونهواند والبرنامج والقناة في تدعيم طبعاً. الحاله النفسيه حتى والمزاجيه للاطفال دول احنا هنسعد ونتشرف. شكرا، بشكر حضرتك، هنستنى حضرتك وهنستناهم معاك. بشكر الدعوه الكريمه، وممكن احنا الكاميرا بتاعتنا تيجي ان شاء الله نعمل تقرير خارجي برضه ننسقها مع الاعداد. نورتنا دكتور باسم، شكرا جزيلا، ونرجع نكمل حضراتكم، خليكم معانا.